اهلا بيكم في قناة وصفات دينا. وصفتنا النهاردة هي نوع من المخبوزات اسمه الشنيك المغربي. الوصفة دي بتتعمل في المخابز وفي الفران في المغرب، وهي وصفة مشهورة جدا. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة. عندي عشان نعمل الوصفة عندي نص كيلو دقيق، يعني حوالي 3 كوبايات ونص. انا مستخدمة المعيار المج ده. خلاص، عندي بيضة، عندي نص كوباية من الزيت، عندي معلقة كبيرة من الخميرة، عندي حوالي كوباية لبن ده للعجن، وممكن احتاج كمية اكبر من اللبن حسب ما العجينة تلم معايا، وعندي نص كوباية من السكر. دي مقاديرنا. عندي الخميرة، هاخد معلقة من السكر ده وحطه على الخميرة، وهاخد حوالي 3-4 معالق من اللبن، بحيث ان انا ادوب الخميرة واسيب الخليط ده يخمر معايا. ادي انا حطيت اهو الخميره مع اللبن مع السكر، هسيبهم يخمروا عقبال اما احط بقيه المكونات. عندي في البوله هحط الدقيق، هحط البيضه، اخفقها بالشكل ده عشان اقدر احطها في العجينة. حطيت البيضة، احط الزيت واحط السكر، اخلط المقادير دي كلها مع بعض. عندي مقدار الخميرة مع السكر واللبن، خمروا، ابتدوا يخمروا، انزلهم عندي على الدقيق واكمل تقليب. يبقى انا هنا حطيت دقيق وزيت وسكر وبيضة وخليط الخميرة، خلطت المقدار مع بعضه. أبدأ أحط اللبن للعجين، أحطه بالتدريج وعجن لحد أما أوصل لعجينة تكون متماسكة. هحتاج حبة تاني وعجن العجينة. بعد ما اتعجنت بقت عجينة متماسكة زي ما احنا شايفين، هحطها في البولة وغطيها بستريتش بحيث ان هي تخمر معايا وترتفع. شكل العجينة بعد ما خمرت. عندي لتوريق العجينة نشا وزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة. طلع العجينة كده زي ما احنا شايفين، افضي كل الهواء اللي فيها وعجنها تاني. كده انا فضيت الهواء اللي فيها وعجنتها، اقطعها لكور متساوية في الحجم بالشكل ده. كمل تقطيعها. قسمت العجينة لكور زي ما احنا شايفين. هاخد حبة من النشا دي وافرد عليهم العجينة، افردها على شكل دايرة. فردنا اول عجينة، ارش برضو السطح بالنشا وافرد العجينة التانية برضو نفس الشكل ده، بحيث برضو اوصل لنفس الشكل لشكل الدايرة.
فردت العجينة التانية، اخد جزء من الزبدة وادهنه على العجينة بالشكل ده اهي، واخد اول عجينة واحطها فوق العجينة دي، افردها كده تمام اهي، كده ده اول جزء جاهز. اخد التالتة برضو افردها على سطح مليان نشا وادهنها برضو زبدة واحطها فوقيهم. فردت التالتة، هرش نشا كده فوق سطحها وادهن برضو بالزبدة، دهنة خفيفة قوي بالزبدة. بعد ما ادهنها احط اللي انا كنت مجهزاهم قبل كده واحاول ان انا اظبطهم فوق بعضهم. افرد واحده تانية. نفرد طبقات العجين على سطح مرشوش بالنشا ونكمل، ونفرد كل طبقه عجين ونحط عليها زبده ونشا زي ما احنا شايفين كده، وبعد ما نحط زبده والنشا نرصهم كلهم فوق بعض بحيث اخلص كل كميه العجين اللي عندي اخلصها بنفس الطريقة دي. نكمل فرد بقية طبقات العجين ونعملهم بنفس الطريقة، نشا وزبدة ونحطهم كلهم فوق بعض. خلصنا اخر طبقة من العجين، افرد كل بقى الدوائر اللي انا حطيتها فوق بعضها دي على سطح مرشوش بالنشا وافردها كلها على بعض بالنشابة. بعد ما فردت العجينة هكون محضرة كاسترد، محضرة عادي من بودرة الكاسترد، وافرده على سطح العجينة كله بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هحط طبقة خفيفة قوي من الكاسترد، فردناه بالشكل ده. نلفها بالشكل ده، واخد الطرف بتاع العجينة احطه تحتيها وارصها في صينية تكون محطوط فيها ورق زبدة بالشكل ده. ده لو انا عايزاه اعمله يكون سميك شوية اخلي الشريطة دي عريضة، فبالتالي هيبقى سمكه كده. شنيك بعد اما خلص اكون محضرة بيضة مع شوية لبن وفانيليا وادهن بيهم سطح العجين علشان طبعا تاخد لون ذهبي، واحطها في الفرن على درجة حرارة 180 لحد اما تستوي وتاخد لون ذهبي من على الوش. ده شكل الشنيك بتاعنا بعد ما استوى بقى لون ذهبي. ممكن ندهنه بمربى، اي نوع مربى احنا عايزينه، وبعد كده نرش على وشه جوز هند، او ممكن نرش عليه سكر باودر او نسيبه سادة. نشوف الشنيك بتاعنا قد ايه هو مورق وجميل، ويا رب الوصفة تعجبكم وتجربوها
ولو في اي استفسار ممكن تسيبوه في الكومنت لو عايزين تسألوا على اي حاجة، وبألف هنا وشفا.